والمحطة الأولى في جولتنا فؤاد من جريدة المنتخب الرياضية المتخصصة التي توقفت عند مباراتي ممثلي كرة القدم المغربية في خمس جولات دور المجموعات لكأس الكاف عن إقصاء نهضة بركان وهزيمته بميدان نبسا ستارز التنزاني. الجريدة عنونت نهضة بركان يجني الأحزان في رمضان. أما بخصوص الرجاء فكتبت تبوريضة الرجاء في دار السلام في إشارة إلى الفوز المميز الذي حققه الرجاء بميدان نامونغو التنزاني بثلاثية نظيفة. إلى جريدة الصباح التي اهتمت بمشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في العصب الجهوية وبها نقرأ ثورة في العصب الجهوية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الجامعة أعلن تغييرات عديدة في العصب الجهوية خلال لقائه الأخير مع رؤسائها وذلك من أجل الرفع من مستوى المنافسة. نفس الموضوع توقفت عنده جريدة الأحداث المغربية تحت عنوان مراكز جهوية لتطوير الكرة المغربية، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة أكد أن مراكز التكوين الجهوية ستساعد على تطوير اللعبة. إلى جريدة المساء الآن التي عادلت لتأهل لفريق الوداد الرياضي إلى ربع نهائي كأس العرش وعلى صدر صفحتها الرياضية نقرأ الوداد يمطر شباك واتزم برباعية ليضرب موعدا في الدور القادم مع شباب المحمدية. ونختم من جريدة بيان اليوم التي اهتمت في موضعها الدولي بالجدل الذي رافق دوري السوبر الأوروبي وكتبت دوري السوبر ينهار بعد الانتصار على الجشع وذلك في سياق حديثها عن توالي انسحابات الأندية خصوصا الإنجليزية منها بعد 48 ساعة على إعلان انطلاقها. بالفعل حسن ربما هذا الحدث شكل اهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية والتخلي عن هذا المشروع الذي كما ذكرت في بداية هذه الحصة ولد ميتا.